شركات التوظيف الوهمية ليها أكتر من شكل، والنهاردة هنتكلم على الشكل البارز والأخطر والأهم، لكن هنعرف برضو الأشكال الأخرى عشان الناس تعرف إزاي تتعامل. بتلاقي حضرتك كده إعلان نازل، أو حضرتك بتلاقي إعلان نزل على السوشيال ميديا على الفيس، طبعا شركة توظيف طلبة ناس لوظائف داخل وخارج مصر، وزي ما قلنا في حاجات أكتر خارج مصر، طبعا دون ذكر أي تفاصيل إيه الشركة إيه الكيان إيه طبيعة الوظيفة، ولكن بتتعمل طبعا بطريقة فيها نوع من الإغراءات كده، وتقول آه ده أكيد باكج وحاجة كويسة، وكتير مين مننا هيجيله فرصة وظيفة برا مصر ومش مش مش هيبصلها باهتمام. تلاقي تليفون كده في الآخر دون أي حاجة، ولا إيميل ولا أي حاجة، مفيش أي حاجة. وبعدين الغريب إن هم بيبقوا دايما طالبين سيدات وبنات، يعني دايما التركيز على سيدات وبنات عشان عقود عمل برا مصر. يحصل ان البنت تتصل او السيدة تتصل برقم التليفون، تحدد لها مقابلة وتطلع على العقد وتمضي عليه وتبصم عليه وشغل وتمام كل حاجة. طبعا بيبقى فيه نوع من بيستغلوا ان اللي جاي ده مش عارف قوي او مش فاهم قوي او مش عارف، ممكن يكون معاها باباها، يكون معاها اخوها، يكون معاها جوزها، يكون معاها اي حد من، طبعا جوزها دي صعبة شوية لان صعب انها تسافر، لكن بطريقة او باخرى بيتم التوقيع على العقد ويسافروا برا مصر، يلاقوا ان الموضوع مفيش شغل وانما هي تجارة منافية للأداب. أنا آسف في المصطلح اللي أنا هقوله، أعمال منافية للأداب تحت مسمى بقى دعارة بقى أي حاجة من الحاجات دي، وتلاقي البنت إنها اتورطت في حاجة زي كده. ده حصل أكتر مع أكتر من حد، يتم تهديدهم بأنتوا ماضيين وعارفين أنتوا جايين تشتغلوا إيه، وفي بصمة وفي إمضاءات وفي أنتوا ماضيين على العقود، المفروض أنتوا عارفين جايين تعملوا إيه. طبعا الكلام ده قانونا غلط، ومفيش حاجة كده، ومفيش نشاط لأي شركة في أي حاجة كده، هي بس مجرد أنه بيجاب رجل الناس بيستغلوا طيبة البعض، أو عفوا برضو هقول سذاجة البعض، أو الناس عايزة تكون نفسها أو فلوس وتيجي العملية وتلاقي نفسها السيدة أو البنت متورطة في حاجة زي كده من الأشخاص دي. ده أحيانا بقى ما بتبقى الصفحة، ده أحيانا ممكن يدخل لك واحد على الماسنجر، اي حاجه فيها ماسنجر بقى، انستجرام، فيسبوك، اي حاجه مش شرط يكون فيه رقم تليفون، على التليجرام حاجات راندم كده، ارقام بيجوا عشان تحب حضرتك في فرصه عمل كذا 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 كذا، اصلا انا جبت، اصلا انا شفت الاكونت بتاعك، اصلا مش عارف ايه. وخلوا بالكم احيانا يا جماعه بنسيب ارقام موبايلاتنا على الفيس، اي حد يطلع عليها، انت ممكن تقفل الكلام ده، يعني برضو في اوبشن بيقفل الكلام ده ويبعت نفس القصه، وتحصل بقى القصه دي بره مصر بالشكل ده، وتحصل جوه مصر بشكل او باخر. تلاقي حد بيكلمك، اصل احنا اخترناك، اصل انت مش عارف ايه، اصل انت شكلك ايه، اصل انت خبرتك ايه، ويضخم 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 ويعمل، وفي الاخر هو بيبقى جايب كل حاجه من على الفيس وقاريها، سواء بقى حد على مستوى فردي او شركه لشغل بره لشغل جوه، هي في الاخر كلها تحت مسمى عمليات نصب بيتم. فمن فضلكم يا اباء ويا امهات ويا بنات ويا سيدات فضليات، من فضلكم من فضلكم من فضلكم اي حاجه على شبكه الفيسبوك ما تثقوش فيها تماما، لا تثقوا الا في الاعلانات الرسميه اللي من جهات رسميه زي اللي احنا هنوضحه النهارده ونقوله في سياق هذا الخبر وفي المداخله اللي هتكون معانا، ومن شركات انتوا عارفين انها ايه، لان ما فيش حد بيعمل كده، ما فيش حاجه بتيجي كده. عملية شبكات الإتجار بالبشر على مستوى العالم كترت، وبيستغلوا البنات بره مصر في حاجات، ممكن بقى تلاقي نفسها راحت دولة معينة اشتغلت في حاجة الشغل، وممكن في الأول تلاقي الشغلانة بسيطة وتلاقي نفسها طلب منها حاجات تانية، ده بيحصل وحصل مع ناس، وممكن برضو يحصل جوه مصر، يحصل جوه مصر وبتتسحب باسبوراتهم لو بره مصر وبيتهددوا، وبره مصر وجوه مصر وبيتهددوا. فمن فضلكم لازم يبقى عندنا، من فضلكم ما تغرقوش، يعني انا ساعات بقى يعني بسمع، ودي بتجيلي بقى انا على المستوى الشخصي، حد يسالني سواء عارفني او 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 بيبعت لي يقول لي ده جالنا فلان دخل بقى يقول لك اصل انا المستشار الفلاني للشركه الفلانيه، انا الاعلامي الفلاني اللي في الجهه الفلانيه، تدور على الجهه ما تلاقيش، انا الصحفي الفلاني مش عارف شغل، تلاقيه لا مستشار ولا صحفي ولا اعلامي. يقول لك ده انا ممكن بقى واحد تاني يقول لك اصل انا شغال في جهه سياديه وبيطلب مني، ممكن يدعي ان هو جهه سياديه، يدعي ان هو ضابط، يدعي ان هو اي حاجه. من فضلكم النصب على السوشيال ميديا باشكال متعدده واستهداف البنات، البنات والسيدات بقى كتير جدا. فاحنا كيف نتقي هذا؟ نتعامل مع القنوات
الرسمية. لو شركة كبيرة ليها فروع وليها اسم ومعروفة بتنزل إعلانات على مواقعها، والكلام ده بيبقى بمعرفة طبعا جهات هنا معينة زي وزارة العمل، بيبقى بالتنسيق مع حتى مكاتب، في مكاتب توظيف كبيرة، مكاتب توظيف ليها اسمها مترخصة وعارفة بتجيب ازاي، دي كلها وبرضو بيبقى لها ترخيص في وزارة العمل. فمن فضلكم غير كده كل ده نصب، وده احيانا بتبقى شركات وشركات كبيرة، وممكن بعض الافراد يستغلوا وظائفهم في الضحك على الناس. شوف انا بقول لكم لحد ايه، الواحد بيسمع حاجات شيء. فرجاءا رجاءا رجاءا ما نجريش وراء اي حاجة على الفيس تحت مسمى اعلانات الفيسبوك الوهمية.